بلوحاته الزيتية الجميلة، استطاع الفنان معاذ ابن مدينة تلمسان أن يروج للسياحة بعاصمة الزيانيين. فريشته جالت عبر مختلف المعالم الأثرية والسياحية. غالبا نحب نرسم المواقع الأثرية لمدينة تلمسان والشخصيات التاريخية، الشخصيات التاريخية للثورة الجزائرية. رسمت منصورة، المشور، جامع كبير، مغارة بني عاد، جامع أبي الحسن التنسي، جامع المصمودي معروف بسيدي إبراهيم. نحوس الروج للسياحة في مدينة تلمسان أطرافار لطابلو. تخليد الشخصيات التاريخية التي صنعت أمجاد وتاريخ الجزائر، أبدع فيها الفنان معاذ. رسمنا شخصيات تاريخية، اكزومبل تاع عبار رمضان مهندس الثورة الجزائرية، كان هو كل في الثورة الجزائرية. ومجموعة الستة رسمناها بمناسبة انعقاد مؤتمر الصومة 20 أوت، والهدف تخليدا للرجال اللي جابوا لنا الاستقلال. هنا بمسرح الهواء الطلق عطينا ورشة نخدموا فيها نهار السبت والثلاثة لتكوين الأطفال من أجل هذا الشيء. من الرسم إلى التكوين، الرسام معاذ يؤطر عشرات الأطفال في مجال الرسم هنا بمسرح الهواء الطلق. العربي بنصاري.